طيب بعد حلاوة أول وصفة بالبتنجان نيجي لتاني وصفة. تاني وصفة يا جماعة برضو للي بيحب البتنجان واللي البتنجان ما يحبهوش، عشان احنا ما نقولش على حاجة احنا ما بنحبها، زي ما بنعلم الولاد البتنجان ما يحبهوش. الوصفة دي بقى اختراع يا كوتش، هي وصفة مناسبة جدا زي ما بقول لكم للي بيحبوا اللي ما بيحبش، وكمان مناسبة جدا لناس بتعمل دايت الكيتو والناس اللي ماشيه على كذا لايف ستايل، فهي حاجة خطيرة. لان احنا هنعمل بيتزا، بس البيتزا هتكون البيز بتاعها او الطبقة الاساسية بتاعتها من البتنجان، والطعم خطير. هقول لكم على سر، هو اي بيز للبيتزا عادي، يعني اي حاجة هتبقى اوكي لو ظبطتوا صوص البيتزا. صدقوني يعني عيش بلدي وحطيتوا عليها صوص بيتزا وحطيتوا عليها شويه توبينج وجبنه موتزاريلا مش عارف ايه، انتوا كده عملتوا بيتزا، شويه فينو شويه توست. بصوا اي حاجه فكروا فيها، مش عملنا بروكلي، مش عملنا من عيش التورتيا اللي احنا عملناه اساسا، عملنا من القرنبيط، عملنا من كل حاجه تقريبا، من البطاطس، سبحان الله. حطوا بس كده الصوص البيتزا وشويه توبينج واختموها بالموتزاريلا، انتوا كده وصلتوا اصلا. فالبيتزا بتاعت النهارده هتجربوها هتتاكدوا من كلامي. تعالوا نقول المقادير ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه انا عندي هنا البتنجان هقطعه برده شرايح تكون طوليه مش رفيعه، زي ما عملت كده في الشاورما. وهنا طبعا زيت زيتون ملح وفلفل اسود بابريكا، خلاص هبهره كده. هدخله الفرن، لازم ادخله الفرن الاول. ليه؟ لان الموتزاريلا ما ينفعش احطها على طول على البتنجان من غير ما يكون هو لسه استوى ودبل، لان الموتزاريلا عندي هتاخد لون وهتتحرق ويكون لسه البتنجان ما استواش. ركزوا، هعمل صلصه البيتزا والبتنجان في الفرن، اللي هي عباره عن معلقتين كبار كاتشب، اربع معالق كبيره معلقتين كبار صلصه، اربع معالق كبيره كاتشب، زعتر، توم بودره، بصل بودره، زيت زيتون، ملح وفلفل اسود. اتفقنا؟ اتفقنا. التوبينج ده بقى بتاعك، ولكن انا هحط مشروم، هحط زيتون، هحط طماطم، هحط فلفل حار، هحط جبنه موزاريلا وريحان. متفقين؟ متفقين. انا هنا هستخدم ايه من البروتين؟ احنا النهارده بلا لحمه بلا فراخ، فهستخدم طبعا الحلو بتاعي اللي هو حاجه عضويه ما بيدخلش في نموها ولا وجودها اي هرمونز ولا كيماويات، الا وهو حبيب يعني حبيب قلبي المشروم. خلاص؟ طيب يلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه زي ما اتفقنا نركن كده المشروم على جنب، ونجيب الله البتنجانيه الحلوه بتاعتنا اهي كده، ويلا بقى نقطعها طوليه بالشكل ده اهي. شايفين العرض بتاعها؟ انا عايزاها كده اهي، ده العرض بتاعها. طيب هعمل ايه؟ بصي بقى هروح عامله كده 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 علشان تستوي معايا بسرعه، واروح عامله كده كمان. خلي بالك بس من السكينه، اوكي، واركنيها على جنب في الصاج اللي احنا هندخله. تعالوا اهي، مش للاخر يا جماعه، بشرحها بس كده، بس مش بوصلها للاخر. دي بتساعد ان الحشو عندي والصوص يتغلغل جواها لما تستوي، وكمان البهارات توصل لها اهي كده 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 كده. اوكي، تنفع صيامي جدا. هنحط عليها طبعا جبنه موتزاريلا اللي هي صيامي. انا هقطع دي كده، خلاص هعديها كده اهي. هتقولوا في جبنه موتزاريلا صيامي؟ اه طبعا، نباتي يعني. بصوا بعمل ازاي كده، لو لقيتها ان هي ما بتمشيش اهو، اوكي، واركن كده. تعالوا ناخد واحده كمان واعملها بنفس الطريقه. يلا تك 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 تك، ونرجع ما وصلش للاخر، اهم حاجه. اوكي يلا، حاضر، ناخد اللي جايه
على الهادي اهو اهو اهو. اهي شديدة انت يا استاذة دينا برضو. اه امال ايه شديدة قوي، اصبري عليا. بص اهي عملناها، اهي تقولي قللي حركتك، بعدين قلت لها حاضر، بعدين رحت عاملاها بسرعه. بس كده اهي كفايه قوي، خلاص خلصت. هعمل ايه؟ يلا زيت زيتون على طول كده عليها. وبعدين هروح مبهراها. يلا شوية زعتر. واروح حاطة عليها برضو شوية ملح كده، مش كتير، نفحة نفحة كده. وشوية فلفل اسود اطعمها بس كده. تمام، وتعالوا ندخلها الفرن. قبل اي حاجة كده هدخلها الفرن. يلا طيب، وهي في الفرن يا فيفا هنعمل ايه؟ على طول هنشتغل فيه الصلصة البيتزا بتاعتي. بصوا بقى، طبعا الصلصة الرئيسية والاصلية اللي هي صوص المارينار، اللي هي صوص المارينار اللي احنا بنعملها في اوقات كتير للبيتزا، هي عبارة عن ايه؟ سوري، طماطم المفروض ان انا بحطها في ميه سخنه وبعدين اقشرها واحطها بقى مع ثوم وبصل وزعتر وريحان واوريجانو وريحان فريش وريحان جاف، يعني فاهم فاهم ايه يعني، فاهمين؟ بحطها مع شويه حاجات. تضحك عليا سلمى، اصبري عليا. شويه حاجات كده. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب مش معقول انا بعمل حاجه سهله وهفضل اعمل الهليله دي كلها. لا انا مش هعمل كده. انا هعمل ايه؟ انا هختصر كل ده في معلقتين صلصه، اربع معالق كاتشب، وشويه بهارات وتوابل. هتوصلنا على طول بجد، سبحان الله، لطعم صلصه البيتزا. يلا تعالوا نعملها. اصبري عليا يا سلامتي، اصبري عليا. ادي عندي هنا اربع معالق الكاتشب، اوكي، وعليهم معلقتين الصلصة، ثوم بودرة وبصل بودرة أساسي اهي، ورشة الزعتر طبعا. شفت بيتزا من غير زعتر؟ اكيد لا. وكمان رشة فلفل اسود ورشة ملح وشوية زيت زيتون تاني. طبعا انتوا لو مركزين قوي يعني في الموضوع، الزيت اللي انا دلقته على البتنجان، يعني مش قصدي مركزين يعني، لا يعني عايزين تاخدوا سعرات حراريه اقل من كده بكتير، فطبعا فرشه ونروح ايه ماسحين البتنجان، ما تدلقوش لو عايزين طبعا ومركزين ان انتوا تاكلوا اكل صحي. الله، انا كده بصوا الصلصه دي افردوها ان شاء الله، بقول لكم على شويه فينو، على شويه توست بامانه، على شويه عيش بلدي، على بيض اومليت، افردوا بس دي كده وحطوا اي توبنج وانتوا اخدتوا طعم البيتزا وش. خلاص طيب تعالوا كده، خلاص دي كده كلها، شكرا. نسيب ده بس عشان نرش تاني، وتعالوا نرجع ده ورا نبص عليها لانها لسه، ندخل في اللي بعدها. اوكي لسه. طيب ايه اللي بعدها؟ معقوله يا جماعه يكون عندنا يوم البتنجان النهارده، اللي بالمناسبه لقيت ليه عشاق كتير هنا يعني، وما نعملش شويه بابا غنوج؟ بابا غنوج اللي هم يعني اللي هو من احلى الصل، انا عندي النهارده حول في الضماير. عندي حول رسمي في الضماير. هقول انتوا عارفين، اقول انت عارف، اقول هو، عايز اقول من احلى السلطات هم، ما تمام انتوا معايا، انتوا مركزين معايا. طيب بابا غنوج طبعا من السلطات الحلوه قوي اللي بتتاكل يا جماعه لوحدها، بتتاكل جنب فطار يوم الجمعه اللي هو بقى فول وطعميه وشويه بطاطس محمرين وشويه بتنجان مقليين
طبعا سلطة بابا غنوج دي خطيرة، تتاكل جنب أسماك بتبقى تحفة، بتتحط كمان مع المشويات، فهي يا جماعة أساسية معانا في كل الأوقات. اعملوا بقى علبة كده حلوة، حطوها في قلب التلاجة، طلعوا جنب كل الأكل، تحفة. طيب تعال نقول مقادير أحلى سلطة بابا غنوج تفضل في التلاجة معانا، نطلع منها زي ما قلت لكم جنب كل الأكل، ملناش نفس وعايزين ناكل لقمة بأي حاجة كده، طلعي شوية سلطة بابا غنوج. ليه؟ لأنها حاجة صحية. ليه؟ لأن احنا بنشوي البتنجان بتاعها. ماشي؟ طيب يلا نعمل أحلى سلطة بابا غنوج. نقول المقادير، عندي هنا 3 بتنجانات 4 شويتهم في الفرن، عادي بنشوي في الفرن، بنشوي على البوتاجاز، اشوي بالطريقة اللي تريحك، انت حرة. وكمان شويت التوم بتاعها، شويت كمان التوم بتاعها، بس ممكن عادي لو مش عايزة تشويه هتروحي حطاه عادي صحيح، بس المشوي بيبقى لذيذ اهو. طيب عندي ايه تاني؟ عندي بقى زبادي، عصير ليمون، شوية خل وملح وفلفل اسود وكمون، وعندي طبعا طحينة اكيد، وعندي بقدونس مفروم وشوية فلفل احمر واخضر حار وشوية زيت زيتون ونعناع فرش. بصوا يا جماعة الزبادي اختياري، عايزة تحطيه مع البابا غنوج اوكي، مش عايزة خلاص براحتك. انا عن نفسي في اغلب الاحيان بعمل بابا غنوج بالطحينة بس، بحبها بالطحينة بس، ولكن احيانا ببقى عايزة اغير من الطعم واحط زبادي، بس بتاعتي الاصلية من غير زبادي. خلاص مقاديرها بسيطه وسهله، مفيش اي حاجه. البتنجان شويناه طبعا زي ما قلت لكم، بتشوه بالطريقه اللي انتوا عايزينها، سواء على البوتاجاز سواء في الفرن براحتكم خالص، ممكن عايزين تحطوه على الجريل براحتكم خالص. هروح اجيب بقى الكبه بتاعتي واحط بقى حاضر كل الحاجات اللي عندي. الا وهي ايه؟ عايز اقول لكم على معلومه مهمه جدا، البتنجان عايزين تقشروه بمنتهى السهوله اللي في الدنيا، بس انتوا بعد ما تشووه طلعوه غطوه بورقه فايل شويه شويه بس، هيندي وهيطرى والقشره هتطرى معانا. لما تيجوا بقى تفكوه من الجلد بتاعه او القشر بتاعه، هتلاقوه القشر بتاعه ما بيلزقش فيه، ما بيسيبش اثره، ما يبقاش ناشف عليه، بس خطوة الفايل دي ثواني. خلاص تعالوا بقى ننزل، بصوا هنا ما عنديش ايه ولا قشرية، ننزل بقى كده كل الحلويات اللي عندنا. التوم يا جماعة وهو مشوي حاجة تانية، بصوا اهو بروح شايلة فصوص التوم حطها كده، طعم تاني. بقسم التومية نصين، راس التومية نصين، وبلفها برضو بفايل واروح مدخلاها اهو، او رش عليها شوية زيت واروح مدخليها، طعم تاني التوم المشوي ده. بفصصها بالشوكة على طول كده اهي، تمام تمام. وبعدين هنحط ايه؟ نحط طبعا الليمون، هنحط طبعا الزبادي طبعا اختياري قلت الزبادي، الطحينه طبعا عندنا دي حاجه اساسيه، الطحينه طبعا احنا عملنا الطحينه الخام يا جماعه عشان تبقوا براحتكم خالص، ولو عايزين نعملها تاني نعملها تاني. شويه بقى بقدونس، بصوا احط هنا حبه واسيب حبه للتقديم. وعندي هنا ايه بقى؟ يلا الملح، الفلفل الاسود، الكمون، البابريكا، شويه الخل، وتعالوا بقى اضرب كده فيها لحد ما تروحوا فاصل وترجعوا نشوف هنعمل ايه تاني. استنونا إيه